فتتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم، ثم يظهر القائم عليه السلام. وبعد الظهور المقدس بأيام قليلة سيقصد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الكوفة، وسيزيل الخوف عنها ويتخذها مقرا لمصلاه وسكناه وعاصمة له، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة على وجه الأرض إلا كان فيها أو حن قلبه إليها. الحندس أي شديد الظلمة والسواد، وليلة حندس أي شديدة السواد لا يرى فيها هلال، وهي ثلاث ليال في الشهر. وفتنة عمياء حندس كناية عن شدة ظلمة الفتنة وإضلالها للقوم، فلا يبصر فيها شيء فيقعون في حيرة وظلمة شديدة، فيعرضون عن طريق الحق ويخرجون عن منهج الصواب، ويتصفون بالظلم والجور والطغيان، فيعمون ولا يهتدون إلى الحق سبيلا. قال الإمام الحسين عليه السلام: لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض ويشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا. ورد أنه في زمن الغيبة ستكثر هذه الفتن، ولن ينجو منها إلا من كتب الله في قلبه الإيمان. وكما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: فلا يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح اليقين الذين أخذ الله عز وجل ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وعن يونس بن عبد الرحمن وهو من أصحاب الإجماع وهو سلمان زمانه، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت: كيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال: إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول لك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النفس الزكية. لعل تسميته بالنفس الزكية لبراءته وكونه يقتل مظلوما. وقد ورد هذا التوصيف لثلاث شخصيات قبيل الظهور المقدس،
منها النفس الزكية التي تقتل في النجف في 70 من الصالحين، ومنها النفس الزكية التي تقتل في المدينة المنورة. أما الشخصية الثالثة وهي أهمها، إذ هو من العلائم المحتومة للظهور، وهو رسول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قبيل ظهوره المقدس إلى أهل مكة. فعن الإمام الباقر عليه السلام يقول القائم لأصحابه: يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، لكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له: امضي إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة، أنا رسول فلان إليكم، وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم، فانصرونا انصرونا. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية. يعد هذا التحدي للإمام عليه السلام من قبل المكيين تحولا خطيرا لإعلانهم الحرب على أهل البيت عليهم السلام. فما يمهلهم الإمام حتى يخرج عليهم ويفتح مكة؟ فعن الإمام الصادق عليه السلام: وليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة.